لقد سرقوا ابنتي ووضعوا مكانها ما رأيت. اهدأ اهدأ. ابنتي الوحيدة هي البقية لي من الدنيا كلها. سرقت، أخذوها مني، انتزعوها من بين أضلاعي. البكاء لا ينفع في مثل هذه الحال. تلومني يا سيد القرية وأنا أحمل بين أضلعي قلب أم. ليكن كبيرا هذا القلب. وهذا خذوه، لا أريد أن أراه، لا أريد أن أراه. من تظن سرق ابنتي يا سيد القرية؟ هذه عادة الغجر، إنها عادة منتشرة في هذه الأيام. لقد سرقوا أطفالا كثيرين وحرموا قلوبا كثيرة منها. وابنتي، ابنتي أنا. سيدي، هل ستعود لي ابنتي؟ سننقل الأمر إلى قاضي المدينة. وهذا القرد القابع في سرير ابنتي، خذوه، لا أريد أن أراه. اقتلوه اقتلوه. شريعة السماء حرمت القتل. لا بأس، احمل هذا الطفل. أخافك منظره؟ هذا ما حدث يا سيدي. وأين تقع تلك القرية التي سرقت منها الفتاة؟ إنها تبعد مسافة طويلة يا سيدي، وقريتنا تعيش في سلام دائم. وهل أصبحت الشرطة على علم بالأمر؟ لقد نقلت إليك الخبر مباشرة. ومن تعتقد السارق؟ أظن الغجر، هذا من شأنه. على كل حال لابد أن يتضح الأمر. وذلك الطفل الذي وضع مكان الفتاة، ماذا نفعل به؟ كيف نتخلص منه؟ ضعه في الساحة العامة للمدينة. ولما الساحة العامة يا سيدي؟ عل أحدا يراه فيتبناه. رأي صائب. وأين أم الفتاة؟ في القرية، لم تستطع المشي، لقد هدت قواها هذه الصدمة. وهل تعرف أوصاف الفتاة المسروقة؟ نعم يا سيدي. إذا اذهب وقدمها للشرطة. شكرا يا سيدي، طاب يومك. مع السلامة. ضعنا هذا الصليب.
لقد نجحنا، فتاة رائعة. ستزداد روعة عندما تكبر. أتظن ذلك؟ أتشك في خبرتي؟ سنجني من ورائها أموالا طائلة، إلا إذا فعلت كما فعل غيرها من قبل. ستبقى تحت سطوتنا، ستنسى أنها سرقت، ستكون غجرية الأصل في كل شيء حتى في الحقد. أنا سأهتم بأمرها. أخاف أن يتبدل نبض قلبك مع الأيام. لا تخافي. هناك رجل غريب دخل أملاكنا، اقتلوه. ما شأننا بذلك؟ ولماذا لنا؟ انظري، يبدو أن الأمر غريب حقا. أما قلت لك؟ أعوذ بالله. هل أطفال اليوم سيأتون على هذا الشكل؟ ليست لي أي خبرة بالأطفال، لو تزوجت لعرفت. إنه ليس بطفل، أشبه بقرد، بل أشبه بوحش، وحش صغير. أتصوره حيواناً أو أي شيء آخر. ما رأيك أن نحمله ونرمي به في البحر أو بالنار؟ ربما طلب به أحد من الناس. ومن سيطالب بطفل على هذا الشكل؟ مهد، كما ترى أيها السيد، غير معقول، هذا ليس بطفل. مثل هذا يمكن أن يجر على المدينة مصائب كبيرة. إنه عالة على هذه المدينة لو بقي على قيد الحياة. من الخير لنا أن نضعه فوق حزمة حطب ونشعلها. نحرقه؟ أليس هذا أفضل من أن يعيش ويكون عالة في النهاية؟ إن في ذلك حكمة كبيرة. أنجمع الحطب؟ لنجمع حزمة من الحطب نحولها إلى نار تنهي حياة هذا الوجه الصغير. هيا أسرع. من الحكمة أن نخلص المدينة من هذا الطفل. لست أدري، لست أدري. لماذا لا تتبنيه إذا لم توافقي على قتله؟ أتبناه تصبحين أما لحيوان. موسيقى
هنا. أرأيت أبشع من هذا المخلوق يا سيد القاضي؟ هكذا شاءت إرادة السماء. ألا توافق على قتله؟ قتله؟ لماذا؟ لنخلص المدينة من شره إذا كبر. ومن جاء بهذا الرأي؟ كلنا. ألا ترى كومة الحطب؟ وما الحكمة منها؟ لنحرقه. تحرقونه بالنار؟ أليس هذا أفضل من أن يعيش؟ بلى، نريد قتله. وبأية شريعة تريد قتله؟ إنه مصيبة، مصيبة يجب أن نقتلها في مهده. أنا لا أوافق على هذا الرأي. نحن لا نريد أن يعيش بيننا وحش كهذا يا سيد القاضي. إني أمنعكم، ولكننا نعمل لصالح المدينة. أنتم تقتلون إنسانا، وشريعة السماء وشريعة الأرض. إنها ليس بإنسان. إياك أن تشعي النار. النار سأشعلها، وبعد ذلك سأقف أمام العدالة يا سيد القاضي. إني أمنعكم باسم القانون. سيد القاضي، لك ملء الحق بذلك، لكن هل تتركه هكذا ممددا على سرير خشبي والعيون تنظر إليه خائفة مشمئزة، أم نخلصه من كل ذلك؟ أيهما أفضل؟ الأفضل أن يتبناه أحد الناس. ومن يتمنى وحشا مخيفا؟ إن وحدته القاتلة هي التي دفعت به لتبني هذا الطفل. ربما كان الأمر كذلك. لقد سبق وقلت لك إن هذا القاضي رغم وسامته وشبابه رجل غريب، غريب الأطوار. هيا ننصحه قبل أن يأتي بوحش آخر. من ذكري ارمي به بعيدا. لا لا، أقول ارمي به كي لا يكون آلة تعذيب تسحق قلبك. لا لا لا. سيد القرية، أقبل قدمي
دعني هذا الحذاء، دعني أرى طفلتي من خلاله. إنك تعذبين نفسك. على كل حال الأمر أصبح بيد رجال الشرطة. لن يجدوها، لن يجدوها، لقد سرق من قبل أطفال كثيرون ولم يعودوا. اهدئي اهدئي، انظري إلى عينيك. كم أتمنى أن يضيع النور منهما حتى لا أرى سوى خيال طفلتي. سيد القرية، هل تصدق إذ قلت لك؟ تكلمي. أحس أن الجنون بدأ يزحف إلى رأسي، الضجيج، الضجيج أبدا لا يهدأ في رأسي، ضجيج، ضجيج، ضجيج. إنه الجنون، أليس كذلك؟ ما اسمك؟ هل أنت جوعان؟ لن تذوقي طعاما إذا لم ترقصي. جدا، لكنها جميلة. ماذا نسميها؟ الاسم يجب أن يليق بالجمال. اقترح اسم. ياسمين. ياسمين، جميل، جميل هذا الاسم. على كل حال إذا أبدعت في رقصها سيغلب عليها لقب الغجرية. والغجرية رائعة. الرقص أولا.
لماذا توقفت؟ خائف. ممن خاف؟ خائف المفتضح عمر. لماذا؟ إذا ظهرت الفتاة أو إذا عرفها أحد من الناس. لا تضحك. بل يجب أن أضحك طويلا. كأنك لأول مرة تقوم بمثل هذه العملية. الفتاة لن تخرج من هذا المكان. لن تخرج قبل أن تصبح راقصة مبدعة. إذا كان الأمر كذلك فنحن في أمان. اطمئن، ستكون فجرية رائعة. ماذا تريدين؟ أرأيت من ما أنا خائف؟ غدا تنسى. تعالي يا فتاتي. ماذا تريدين أن أحضر لك من المدينة؟ أمي. أمك قد تكون هنا بعد أيام. ها؟ تعالي نرقص. ادخل. طاب يومك يا سيدي. كيف كانت حصيلة يومك؟ هذا الذي يهمك؟ ألا يجدر بك أن ترد التحية؟ ألم تسرقي منه شيئا؟ تعلمت منكم كل شيء عدا السرقة. إلى أين؟ أليس من حقي أن أستريح قليلا؟ عليك أن تستعدي هذا اليوم إلى التمرين. هيا. Thank you.
لقد أصبحت على صداقة مع الموسيقى. ها؟ هيا 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 نرقص كلنا. ها؟ تعال يا بني. ما رأيك في نزهة إلى الحديقة؟ تعال. Thank you.
لا تخافي، إني أحمل إليك بعض الطعام. لا أريد شيئا، أريدك أن تعلم أني لست مجنونة. إني ما زلت أبحث، 20 عاما مضت وأنا أبحث، ولكن دون جدوى. أتصدق؟ أحياناً أحس أنها ستطرق هذا الباب وتدخل علي فجأة. ومن يدري؟ وأحياناً أحس أني لن أراها أبداً. لذلك قررت أن أهجر القرية. إلى أين؟ إلى المدينة. المدينة بعيدة، ثم كيف ستعيشين هنا؟ هذا لا يهمني. وابنتك ربما طرقت الباب وعادت. ابنتي، طفلتي المسكينة، قد قضيت 20 عاما راكعة أن أصلي على أمل أن ألقاها. ألا قل لي يا سيد القرية، أما زال رجال الشرطة يبحثون عن ابنتي؟ ما رأيك في قليل من الطعام؟ لا أريد شيئا، فقط أريد أن أرحل. البقاء لك هنا أفضل. لا، يجب أن أرحل، إنها بانتظاري هناك. ربما هي جاءت إليك بنفسي. 20 عاما وأنا أنتظر، يجب أن أبحث عنها، أليس كذلك؟ غدا نذهب سويا لنبحث. سأرحل، إنها بانتظاري هناك منذ زمن طويل. أنت لا تعلم شيئا. Thank you.
هل تسمع؟ ما هذا؟ Oh.